في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه دافينشي؟ مش انت اللي طلبت نيجي هنا؟ هو ده البيت؟ اول مكان تظهر لي فيه هو هنا. في ايه؟ مش عارف ايه فيه. ده في حاجة، في حاجة بتخض. انا مش فاهم ايه. ايه ايه بتخض ايه بس؟ حاجة ايه؟ مش عارف. عايز نخرج؟ لا عايز اخش. اخش. زي ما يكون في، زي ما يكون كل حاجة هنا مش غريبة عليا. أنا مش إيه ده؟ أنت فين؟ أنت جايباني فين؟ إيه ده؟ مش غريب عليك. يعني أنت ممكن يمكن انت كنت هنا قبل كده، شفت المكان ده قبل كده او في الحلم. او لا شفت ده بس مش في حلم. مش في حلم. انا في احساس غريب رابطني بالمكان ده، بس انا خايف. ايه اللوحه دي؟ دي ايه اللوحه دي؟ دي ايه؟ لوحتك ده مكانك المقدس، فرشك والوانك. اول مره ظهرتلي هنا على الكرسي ده. اللوحه دي كل الوانها بكل تفاصيلها، اللوحه اللي رسمتها لك يا كارما. اللوحه اللي انت رسمتها لي لخدع عدنان. لا 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 اللي رسمتها في الفيلا المهجوره بتاعت طعيمه. مش دي اللوحه اللي انت عملتها لي؟ كارما الملاك، كارما الشيطان. حمد لله على السلامه. صلاح؟ ايوه صلاح. صلاح يا دافينشي، صلاح عبد الرحيم قنديل. استاذ صلاح قنديل، اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك، استريح على مهلك. اتفضل. بس انت جيت هنا ازاي؟ انا اللي جبته يا استاذي. انت مين انت؟ مصطفى سنج. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. هو ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما تتخضيش يا استاذه. هو صحيح مصطفى نططني من فوق سور الجنينه، بس هو لا هجام ولا حرام. لا مؤاخذه يا عم دافينشي، انا قريت له الكلام اللي مكتوب في الجرايد، فقال لي قلب لي الدنيا على عمك دافينشي، ولما عطلت هو اللي وصف لي الفيلا دي، وقال لي هنفضل مستنيين هنا لحد ما يرجع لي. ازاي؟ انت يا استاذ صلاح اللي وصفت البيت ده؟ ايوه ماشي. استنى يا كرمه فضل. تعالى يا مصطفى يا ريس، خليك جنبنا بس سيبنا لوحدنا يا شحاب. بس خليك هنا، ما تمشيش بس سيبنا لوحدنا. انت ارجع فين؟ مش عرفك عم صلاح ان انا هاجي هنا؟ تعرف من ايه؟ عشان ده بيتك يا دافينشي. بيتي؟ بيته؟ طبعا، بيت الصحفي الكبير حسن ابو شامه.